اليوم احنا هنا في موقع الوركاء الاثري في مدينة أوروك. اليوم رافقنا البعثة الألمانية اللي موجودة اليوم، الحقيقة أعمال صيانة مهمة جدا اليوم، يعني شفنا وطلعنا على عملهم، تدعيم أحد أركان المعبد إينانا. تعرفون يعني أنتم القيمة الأثرية لمدينة أوروك، هذه المدينة التي لم تدخل عليها ظروف خارجية، حتى أعمال الصيانة طلعنا على اللبن وال أشياء والمواد المستخدمة من نفس الموقع، وتتصنع هنا محليا من قبل الأثريين والخبراء ودائرة مفتشية آثار المثنى. اليوم احنا يعني لازلنا يعني نحتاج ترويج أكثر يعني للمواقع الأثرية الموجودة عندنا. الحقيقة هذا الجانب اللي موجود عندنا هو جانب أثري وله أهمية عالمية ومدرج على قائمة التراث العالمي، كذلك هو يعني محور يعني نشط للسياحة. احنا يعني طالبنا كحكومة محلية انه تنتقل الآثار على المحافظة، الحكومة المحلية، حتى نقدر ندعمها ونقدر نروج لها ونستفيد من أدها في المحافظة.